متابعينا الاعزاء، انطلقت الان فعاليات حفل افطار الاسره السينويه والذي يمتد على شاطئ العريش لمسافه تزيد عن 5 كيلومترات. تنظيم اهالي مدينه العريش متطوعين لهذه المائده على شاطئ العريش، والتي تشهد اقبال كثير من الاهالي. الجميع يحضر هنا للمشاركه وايضا لمعايشة فرحة الإفطار الجماعي الذي يحدث لأول مرة على شاطئ مدينة العريش. كل سنة وانتم طيبين جميعا، كل سنة وأهالي محافظة شمال سيناء بخير وصحة وعافية إن شاء الله. وأنا سعيد النهاردة بالمنظر اللي أنا شايفه. إحنا يعني ده بيثبت حاجة، إن الناس مشتاقة للفرح ومشتاقة لأنها تغير 15 سنة من حياتهم قضوها مع الإرهاب. وأنا بنتهز الفرصة وبوجه دعوة من هنا من مدينة العريش، دعوة لكل أهلنا في جمهورية مصر العربية، إن إحنا بنعلن النهاردة افتتاح موسم الصيف. إن شاء الله يشرفونا في كل أنحاء الجمهورية، ييجوا يشوفوا ويجربوا صيف العريش بيبقى شكله. كل سنة وأنتم الأعزاء، متابعي اليوم السابع في كل مكان. كما نشاهد هذه المائدة، مائدة الإفطار، جمعت كل أطياف الشعب المصري هنا في شمال سيناء. كانت المفاجأة تواجد قيادات كنيسة شمال سيناء. نتعرف حضراتكم. الكم نصر بريال ابراهيم، وكيل مطرانية شمال سيناء، وابونا فدرا ان سكرتير الانبا كوزمان اسقف شمال سيناء. حضراتكم النهارده مشاركين هنا في المائده. طبعا احنا يعني من جت مجرد ما وصل لينا الدعوه لهذا الاحتفال الكبير جدا ويعتبر تاريخي في شمال سيناء. فاحنا بصراحه لان العلاقات اللي بيننا علاقات كبيره ممتده من سنوات طويله، فاحنا بصراحه كنا فرحانين جدا في وجودنا النهارده في وسط كل شعب شمال سيناء، بنعبر ليهم عن محبتنا واخوتنا كلنا في بعض في هذا المكان الرائع اللي هو شمال سيناء وعلى البحر. وكل القيادات الامنيه والشرطيه والسيد المحافظ والسيد قائد الجيش، كل القيادات التنفيذيه. يمكن هذه المائده تؤكد ان سيناء امنه وان العريش تحديدا ايضا امنه. هذه الرساله اللي اكيد عايزه توصل للعالم كله، ان هم كتير قوي سمعنا عن مشاكل قابلناها في شمال سيناء على مدى السنوات الماضيه، لكن النهارده بنقول للعالم كله ان شمال سيناء امنه. تفضلوا تعالوا وانتوا امنين على نفسكم ومفيش ارهاب، واحنا قاعدين في مكان مفتوح اهوت بدون اي حراسات وبدون اي حاجه، ووسط اخواتنا ووسط كل الشعب المحب لشمال سيناء من ابناء سيناء الشرفاء الحقيقيين. هم دول ابناء سيناء الشرفاء الحقيقيين اللي كانوا بيعملوا اعمال ارهابيه، دول ما لهمش علاقه بابناء مصر وابناء سيناء. دول هو زي ما قال ابونا، بصراحه احنا مبسوطين بالمكان، واول ما جات الدعوه احنا جينا على طول، وجينا كمان من طرف سيدنا الانبا قزمان. احنا مبسوطين بقى بوجود الناس حوالينا كلهم، وحتى الناس كلهم مشاركين بالمكان وبالجو زي ما ابونا بيقول. فاحنا مبسوطين كلنا بالقعده، ويا رب دايما الافراح ودايما احنا مبسوطين. احنا بنشكر حضراتكم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني زي ما حضراتكم شايفين، نتعرف باسم حضرتك. نعم، نتعرف بحضرتك. رائد عبد الناصر، دكتور في جامعه العريش. يعني زي ما حضراتكم شايفين، ملحمه متكاتف فيها جميع ابناء سيناء علشان خاطر نقل رساله مش بس لشمال سيناء ولا بس لمصر، ولا يعني الموضوع للعالم كله، ان سيناء بلد امن وامان. شايفين ملحمه بين ابناء سيناء بالتعاون مع القوات المسلحه المرسله في الجيش الثاني الميداني، كم غير طبيعي. يعني احنا ما كناش متوقعين العدد ده، ما شاء الله عدد كبير وكم هائل من ابناء سيناء بتعاون مع رجال الاعمال اللي على قد ما بيقدروا. شوفوا زي ما حضراتكم احنا موجودين هنا مع مؤسسه العرجان جروب ومؤسسه الوسيم، والناحيه الثانيه رجال بني فخر، والناحيه الثالثه رجال بني درغام. يعني كم يعني هو تكامل وتكافل بين جميع ابناء عائلات العريش والمؤسسات الخيريه، رجال اعمال مع منظمات مجتمع مدني مع جهاز تنفيذي مع ابناء البلد، يعني علشان خاطر نطلع بالصوره الجميله دي. كل سنه وحضراتكم طيبين وشكرا. اذا متابعينا الاعزاء، متابعي اليوم السابع في كل مكان، وكما تشاهدون اقبال المواطنين على مائدة الإفطار الأطول هنا في مدينة العريش على ساحل محافظة شمال سيناء الشمالي. الشباب المنظمين لهذه المائدة ينتشرون على طول الشاطئ، وك
كما نشاهد التنظيم نطار بحضرتك. أهلا وسهلا. شاهد القاصلي من عائلة القاصلي من بني فضل تحديدا. يمكن جميع الأهالي هنا مشاركين القبائل والعائلات. طبعا كل العائلات وكل القبائل متواجدين, وطبعا ده حاجة تشرف للبلد. وما شاء الله يعني زي ما حضرتكم شايفين الماراثون بسم الله ما شاء الله حاجة طويلة 5 كيلو. وعائلة أهل القصر بترحب كل الضيوف, وإحنا نتشرف بأي حد يجي, وده شرف للبلد وشرف لكل أبناء البلد. إيه الجهود اللي أنتوا عملتوها تحديدا من اليوم الصبح وانتوا شغالين يا شيخ؟ والله إحنا الحمد لله من 3 أيام شغالين, وبنحط عروق وأنوار وبنحط ترابيزات وبنستقبل الناس وبنعمل تجهيزات الأكل. رسالتكم من هنا من على شاطئ العريش للعالم كله طول اليومين. رسالتكم هنا من شاطئ العريش للعالم كله تقولوا احنا الحمد لله في امان وفي امن وفي امان. احنا يعني نتشرف بكل الزائرين وعلى راسنا من فوق, وما تلاقوش من اي حاجه. الحمد لله الدنيا امان والدنيا كويسه الحمد لله. شكرا شكرا. اذا كما نشاهد متابعي الاعزاء متابعي اليوم السبت في كل مكان, هذا هو المشهد كما نشاهده. أقبال المواطنين على الحضور لهذه المائدة, أطول مائدة إفطار جماعية تشهدها محافظة شمال سيناء, والتي تمتد لأكثر من 5 كيلومترات على ساحل مدينة العريش.